اليوم غنشوفو الصفحة 86 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث الابتدائي. عندنا مع الحصة الثانية. الحصة الثانية مطلوب منا في التمرين الأول أكمل رسم الأحرف. كما تعرفنا على الأحرف هي هذه، هادو هما الأحرف، وقلنا الرؤوس هما هاد النقط هادو السوداء هما الرؤوس. إذا أكمل رسم الأحرف، هذا كيتسمى متوازي المستطيلات وهذا كيتسمى مكعب. غنكملو الحروف ديالو. هادو هما الأحرف ديالو. هنا المكعب أيضا نكملو الأحرف ديالو. ندوزو للتمرين الثاني نشوفو شنو مطلوب منا. التمرين الثاني يقول أكمل رسم كل أسطوانة، هاد الأسطوانات بجوج نكمل الرسم ديالهم، وألون وجها مستويا بالأزرق ووجها منحنيا بالأخضر. اش كنعنيو بالوجه المنحني والوجه المستوي؟ الوجه المستوي هو اللي كيقدر توقف عليه الأسطوانة، هادي وحدنا، هذا هو الوجه المستوي مكال. الوجه المنحني هو اللي ما كتوقفش عليه، هو اللي كتدحرج عليه، هاد الجهه هادي كتكركب عليها وهاد الجهه هادي كتدحرج عليها. اذا الجهه المنحنيه اللي كتدحرج عليها لونها بالخضر، والجهه اللي كتوقف عليها لونها بالازرق. اذا هادي لونها بالازرق، هادي لونها بالازرق، والجهه اللي كتحرج عليها لونها بالاخضر. علاش ما علونوش هذه بالازرق ولا هذه بالازرق؟ حيت غتغطي عليها هذه، ما كتبقاش تبان لنا، كتبقى لتحت في الارض. دابا هذه نعلونوها، غيبقى لنا ديك الجهه الزرقاء الاخرى محطوطه على الارض، يعني ما عندناش كنديرو نلونها. داكشي علاش هما طلبوا منا غير جهه وحده اللي نلونها بالزرق. انا اصلا هذه كتجي من تحت، وحده راه كتبان لنا من فوق هي اللون ديالها الازرق باين، والاخرى من تحت. إذا هاي هكا ندوزو اللي حداها بنفس الطريقة، تلون كاملة لأنها مكتبقاش تبان الأخرى لأنها من داخل. الدورة هادي راه كتجي من اللور متبانلكش. الرسم ديالهم نكملوه وهكا، مثلا هكا من هنا تبان لنا هكا. كتبان ديك الجهة الأخرى ما كتبانش. هادي كتجي من الداخل، هادو اللي منقطين كيجيو من الداخل ما كيبانوش ليه. ندوزو للتمرين 3. مطلوب منا أكمل رسم الخطوط السوداء المتقطعة بخط متصل في كل حالة. هاد الخطوط السوداء اللي مقطعة نكملوها بخط متصل. دابا هنا ها هي، ثم ها هي، ثم هادي. ديال الكره كملناها، اخرى ما غنديروهاش حيت الجهه الاخرى لان مطلوب منا عاود السوداء باش تبان بين الكره دايريه. لاحظتوا نمر لي اتذكر اللي خصك تاخذ من هذا الدرس، هادو هما هاد الكلمات خصك تعقل عليهم وتفهم المفاهيم. اتذكر المكعب هو لو كوب، هذا كيتسمى لو كوب. متوازي المستطيلات هو باراليليبيبيد، باراليليبيبيد غتجيكم صعيبه في النطق ولكن غتولفوها، باراليليبيبيد هو متوازي المستطيلات. الاسطوانه لو سيلاندر، وهنا الكرة لابول. هادو خصك تعقل على الأسماء. الرأس، الرأس كما قلنا ها رأس 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 فوق هاد النقط السوداء كيتسمى لو سومي. الوجه لافاس، كيقولك هاد الفاس هذا عندو هاد الفاس هذا عندو، اش كيكون عندو 7 وجوه، عندو ولا دوبل فاس، عندو 2 وجوه دوبل فاس، يعني عندو هاد الوجه هذا. شي واحد اللي كيكون منافق ولا هذيك كتقول عندو بزاف ديال الوجوه، بزاف ديال لي فاس، علاش كنسميهم فاس، جهه 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 جهه. هنا الحرف لاري، يعني هذا كامل كيتسمى وجه، ولكن هاد الوجه عنده 4 حروف، حرف 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 حرف. لاغيت وجه الفاس، حرف اغيت. اذا هنا كما كنشوفوا بان عنده المكعب عنده 6 اوجه، ها وجه، وجه الفوق، وجه لتحت، وجه منا، وجه من الجهه الاخرى، وجه من اللور، وجه من القدام. 6 اوجه مربعه، مربعه قابله للتطابق، يعني الا جيتي تحط فيك مكعب اخر غيجي لاصق معاك قدو قدو. 8 الرؤوس، راس 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 راس، وهنا 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 وهنا. و12 حرف قلناها، حرف 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كما شفنا الرؤوس ثاني كذلك ديال متوازي المستطيلات، والاوجه هو الاحرف. الاسماء ديالهم كما قلنا قبيله، راس لو سومي، الحرف لاغيت، وجه فاس، كره بول، اسطوانه سيلاندر. هنا كاك اكمل كل رسم للحصول على مكعب. تابعوا معايا، نبداو من هنا من هذا المكعب هذا، حيت ما كيبانناش كيجي لداخل، نديرو خط متقطع. هنا كذلك خط متقطع، هادو واحد لداخل، هادو مكعبات. وهنا عاود ايضا ما كيبانناش، نديرو خط متقطع. هذا مكعب، نشوفو هذا هنا. مشينا الفوق، تاني نمشيو للفوق. ممكن بان ليش مزيان متقطع، لأنه وجهو من الداخل ما كيبانوش. هذا نسيتو هنايا، نسيتو هنا أيضا الخط. هذه الطريقه باش نخدمو. ديما دوك اللي كيكونوا من اللور كنديرهم بخط متقطع حيت ما باينوش في الواجهه. واضح، هادو هما المكعبات ديالنا كاملين خدمناهم بشكل صحيح. اذا هذه الصفحه 89 كملناها.